اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ناقشت خلال اجتماع اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزي، بيهدف المشروع إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التي تتم خارج القنوات الشرعية بغرض ردع مرتكبي الجريمة ولضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي. تضمن المشروع تعديل تغليظ العقوبة على من يخالف حظر التعامل في النقد الأجنبي مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك، وعلى من يخالف إجراءات الترخيص لشركات الصرافة، بحيث أصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1,000,000 جنيه ولا تتجاوز 5,000,000 جنيه.